لوحة موزاييك هي لجمالها وروعتها. لعمل لوحة موزاييك من قطع ورقية صغيرة نحتاج إلى المواد التالية: ورق سميك من مختلف الألوان، قلم رصاص، قلم تلوين أسود، مقص، بعض الصحون الصغيرة الحجم، مادة لاصقة. طريقة العمل: على ورقة بيضاء نرسم سمكة كبيرة ونلصق عليها قطع المزيك الورقية، ولعمل قطع المزيك الورقية نقص الأوراق الملونة ونقطعها على شكل مربعات صغيرة الحجم، نضعها في صحون كل لون على حدة، نضع مادة لاصقة على حواف السمكة المرسومة ونلصق الأوراق الملونة المربعة الشكل بالتدريج واحدة بعد الأخرى، ونستمر بالعمل حتى تكتمل السمكة، ثم نلصق أوراقا من ألوان أخرى حول السمكة تمثل النباتات البحرية والأسماك الأخرى وبعض المخلوقات المائية، وبذلك نحصل على لوحة موزاييك لطيفة الشكل وجميلة نعلقها على أحد جدران غرفتنا. أقنعة مضحكة نضعها على وجهنا لنضحك الآخرين ونبهرهم. ولعمل تلك الأقنعة نحتاج إلى المواد التالية: ملصق إعلاني ملون أو بضع صفحات من مجلة قديمة تحتوي على صور وجوه كبيرة الحجم، قطعة من الورق المقوى، قلم أسود، مادة لاصقة، مقص، خيط سميك صوفي أو قطني، شريط لاصق شفاف. طريقة العمل: نختار صورة وجه كبيرة الحجم ثم نلصقها على قطعة الورق المقوى، نرسم بالقلم الأسود خطوطا نحدد بها أطراف الوجه والعينين، ونرسم خطا يقسم الوجه إلى قسمين، القسم العلوي والقسم السفلي. في رأس القلم نفتح ثقبا داخل العين ثم نوسعه بالمقص، وبذلك نحصل على قناع لطيف، ولكي نضعه على وجهنا نثقب طرفي القناع ونثبت عليهما خيطا سميكا، نربطه جيدا ثم نلصقه بالشريط اللاصق الشفاف. وبذلك نحصل على قناع مضحك هو مفيد. علبة بيض واحدة، بطاقة لاصقة بيضاء اللون، أوراق ملونة، حبر أسود أو لون مائي أسود،
خيط صوتي شرائح الهواء طريقة العمل نقص علبة البيض لنحصل على أشكال تشبه الكؤوس الصغيرة ثم نلونها باللون الأسود نرسم عينين مخيفتين على الساقة اللاصقة ثم نلونهما ونلونهما على أحد نحصل على عنكبوت مضحك مخيف ولعمل أرجله نقص الأوراق الملونة أو الشرائط إلى 6 قطع من طويلة الشكل ثم نثنيها بضع ثنيات ونلصقها على طرفي العنكبوت من منتصف الرأس ندخل خيطا صوفيا أو منطقيا يساعدنا على التنظيف وهكذا نحصل على حشرات مخيفة وعناكب نعلقها بالونات ملونة متطايرة في لوحة فنية جميلة ولعمل هذه اللوحة نحتاج إلى المواد التالية قطع من الورق المقوى مختلفة الأحجام والألوان مقص مادة لاصقة شرائط ملونة طريقة العمل نطوي قطعة الورق المقوى 4 طويات ثم نرسم عليها شكلاً يشبه البالون ونقصه نفتح الشكل فنحصل على عدة بالونات نلصقها على قطعة كبيرة من الورق المقوى نربط طرف كل بالون بشريط ملون وبذلك نحصل على لوحة جميلة لبالونات طائرة في السماء نزين بها أحد جدران غرفتنا وجوه كرتونية طريقة سهلة لرسم وجوه كرتونية تحمل تعابير مختلفة بلمسة بسيطة نستطيع أن نحصل على رسم لوجوه مختلفة وتعابير مختلفة لأشخاص مختلفين العمل يكون كما يلي نرسم وجها كرتونيا دائريا نحدد فيه العينين والأنف والفم وننسخ منه عدة نسخ وعلى كل نسخة نرسم تسريحة شعر مختلفة ونرسم بعض الخطوط على العينين والفم والحاجبين وبذلك نحصل على عدة وجوه كرتونية مضحكة إنها طريقة سهلة بل لعلها لمسة سحرية للناس